أهلا بكم. أسبوع جديد حافل بإنجازات جديدة لأبطالنا في مختلف الرياضات نستعرضها معا. توج لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه تحت سن 14 عام قاسم العمري بالميدالية الذهبية، وذلك في بطولة الدور العالمي للشباب في الإمارات. وبهذه الميدالية يكون الأردن قد أنهى مشاركته في البطولة برصيد 8 ميداليات، من بينها 4 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان، بعد التميز في استضافة الأردن ومن خلال الاتحاد الأردني للمصارعة لبطولة العالم للناشئين تحت 20 عام في العام الماضي. أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة عن إسناد تنظيم بطولة العالم تحت 17 عام للعاصمة الأردنية عمان. وخلال حديثنا عن الرياضات القتالية، لابد أن نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني للملاكمة خلال مشاركته في التصفية العالمية الأولى والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. نذهب إلى كرة السلة، حيث نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأردني لكرة السلة عبر الفيسبوك صورة للمنتخب الوطني بعنوان الصقور ينهون النافذة الأولى من تصفيات كأس آسيا في صدارة المجموعة وبالعلامة الكاملة. نتوجه إلى كرة القدم وآخر الأخبار المحلية، والبداية مع نادي الفيصلي الذي أعلن عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك عن تعاقده مع المدرب السوري هاشم كردغلي كمدرب للياقة البدنية، لينضم بذلك للجهاز الفني بقيادة المدير الفني أحمد هايل. هذا ونشر النادي صورة للاعب فيصل أبو شنب بعنوان انظروا من عاد إلى بيته الأول، حيث أتم مجلس إدارة النادي الفيصلي إجراءات التعاقد مع اللاعب لينضم لصفوف الزعيم لمدة موسم ونصف. إلى نادي السلط الذي أعلن عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك انضمام اللاعب أحمد ياسين لصفوف الرهيب قادما من نادي معان لمدة نصف موسم. نختم مع لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم يزن العيمات، الذي تعرض لإصابة أثناء مباراته مع فريقه نادي الأهلي القطري، غادر على أثرها أرض الملعب، حيث تعرض لحالة إغماء لمدة ثواني بسبب التدخل القوي من لاعب الفريق المنافس. هذا وطمأن يزن الجمهور على حالته الصحية وقال بأنه بخير. نشاهد معا فيديو للحظة الإصابة. هذه المحاولة وهذا فابريسيو، هذا مين؟ هذه الكرة، شوف انطلاقة يزن، شاطر جدا في هذه الكرة، رائع جدا يزن في هذا الأمر. إذا مثل هذه الإصابات، لو وضحنا السيناريو الذي حدث قبل الإصابة، قام يزن النعيمان بالتسابق على الكرة واستحواذ على الكرة، وبعد ذلك دخل في وجه المدافع أمام المدافع لكي يجبره على التراجع وعدم القدرة على قطع الكرة أو ارتكاب خطأ ضده، وهذا ما فعل المدافع حيث قام بمسك يزن النعيمات، ومع التدافع ودفع من اللاعب على كتف يزن النعيمات وقع يزن النعيمات على الأرض، ومن ثم وقع اللاعب المدافع فوق يزن النعيمات، ولكن حوض اللاعب المدافع اصطدم على رأس يزن النعيمات، فأصبح رأس يزن النعيمات في شكي سندان بين الأرض وحوض اللاعب الخصم. في هذه الحالة عندما يتعرض أي لاعب لإصابة في الرأس حتى لو كانت بالكرة. وكان قد حضر هذه المباراة عددا من المشجعين الأردنيين لمؤازرة يزن مع نادي الأهلي القطري، ومن ضمنهم المشجع مؤيد المجالي الذي نشر فيديو بين شوطي المباراة للاعب يزن أنعمات وهو يوقع له على العلم الأردني. الله يسعد البطن اللي جابتك. يلا على النجمة. يلا على النجمة، ما هي. كنا معكم في فقرة السوشيال ميديا، نلتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله.